طيب على بال ما تخلص الأكلة الطبخة اللي بنسويها، سهى تبغاني أجرب ليمونيد خرافية مع موية زهر. حتى لما يحبوا موية الزهر حيناسبهم، مرة طعمه يعني خفيف بس كده يدي تاتش، يعني حس مرة غير أي هي ليمونيد. وصفة ليموناد لبنانية كده، يعني مو زي الليمون بالنعناع ليمون المطاعم، لا وصفة كده very raw. حتى طريقة تحضيرها شوية غريبة بس دحين حنوريكم. بس نحتاج ليمون ولايم، مش بنزهر، لايم العادي، سكر وموية زهر وثلج وموية. يلا نبدأ. أول خطوة بنسويها اللايم، بناخد البشر. بس لللايم ولا الاثنين؟ الاثنين. أوكي حنشيل البشر، بس طبعا بس دائما لما تبشروا أو تحتاجوا البشر حق الحمضيات بشكل عام، برتقال، ليمون، لايم، بس تاخدوا الجزء الملون، عشان لو أخدتوا الجزء الأبيض حيطلع معاكم الطعم مر. الريحة كده مرة فرش. هي تحسي كأنك حتخبزي مفن من جد. أصلا نحتاج نروق على بال ما تخلص الطبخة. لا مرة أكتر عصير منعش وروقان وحلو. بالنسبة لليمون حنقطعه يعني تقريبا هذا الحجم. في نفس الوعاء اللي بشرنا فيه الليمون نضيف اللي قطعناه، حنضيف عليه السكر. طبعا كمية السكر على حسب الليمون، يعني احنا ما شاء الله بنسوي كمية كبيرة، فحنبدأ بكمية أقل وبعدين ندوق نشوف لو نحتاج زيادة. دحين المهمة الصعبة، ايش حنسوي؟ حنفرك او حنعصر بهذه الطريقة. طبعا تكونوا لابسين جلوفز عشان لو احد يعني كان في جرح في يده، اتوقع مع هذه الحركة من جد حنعصرهم الين ما تطلع كل الجوسز من الليمون، والسكر اصلا حيبدأ يدوب معاكم. ايش في خيار تاني؟ لو كان عندكم يد هوند مرة كبيرة ممكن تسووا فيها، اتوقع يعني هذه الحركة. اجي بزوجك اخوكي بالضبط او اي احد يعني يتمرنوا. اوكي طبعا انا دحين خلاص هخلص تصوير عشان ابغى ادخل باليد التانية. خلاص بعد ما طلع كل العصير من الليمون حنضيف الموية. ممكن تستخدموا لو حابين سباركلينج ووتر، موية غازية، اوميكس او ايوه صح، تجمع بين الاثنين يعني يعطيكم كأنه يصير كأنه عندكم موهيتو. على هذه الكمية تقريبا تحطوا لتر لتر موية، على كل 5 ليمونات لتر تقريبا. بعد كده حنضيف، انا حضيف ملعقتين تقريبا موية الزهر. طيب سهى تقول لي لازم تدوقي. حتى المفروض دحين تتصفى بس تقول لي لا بس بدوقك شوية. حطينا ثلج في الكاسة. مو مشكلة. طبعا الموية والسكر على حسب الناس كيف تحب. انتعاش الصوت لحاله. طيب حدوب دحين. خرافي. طبعا هو مرة منعش. رهيب. والحلو انه مره تتحكمي في السكر وفي المويه وفي الليمون، انت ايش تحبي؟ نكهه مويه الزهر اعطته يعني هو شويه بس حالي بالنسبه لي ممكن اضيف ايوه ممكن معلش صوت شويه ازعاج بس ممكن اضيف شويه ليمون. لا اتوقع بس ليمون شويه لانه شويه حالي بالنسبه لي، بس نكهته من جد رهيبه. وصراحه اول مره انا ادوب زي كذا، لا اول مره ادوب مويه زهر مع الليمون يعني لذيذ. لو تحسي عصير الليمون مو معقد صح؟ رهيب مرة. خلينا نقص يدك. سهى قاعدة تعصر عشان اخفف الحال. انا ما احب ترى العصيرات يعني ما اشتهيها مو كثير، يعني حتى لو اروح مطاعم ترى اطلب موية والله او سباركينج ووتر. انا دائما الليمون بالنعناع يعني. بس هذا اللي ارجع اشتهيه مرة ثانية. لا مرة عجبني. يعني سريع مرة بسرعة يتسوى. وبقول لها انه يمديكم بشر البرتقال والليمون تسووه بكميات تحطوه في الفريزر، فبس لما يجيكم احد لو كان عندكم ليمون معصور ولا لايم تضيفوا عليه والسكر وخلاص. خرافي. بس اتوقع كمان اللي مخليه مميز لما تضغط بيدك نفس بيطلع النكهات والزيوت حقت الليمون، لانه نفس القشر حق الليمون فيه زيوت عطريه، ف
او يعني الزيوت اللي فيه فهمتوا. المهم زيوت عطرية مدري. فالمهم هو اللي نضغط زي كده. حرام لا ترموش مره مليان هذه جوسز. طب ايش ممكن نسوي فيها؟ لا بس قصدي لا ترموش تضغطوها. ايوه ايوه يعني. اضغطوها قبل ما يعني قبل ما تتخلصوا من القشر اضغطوها عشان تطلع كل النكهات اللي فيها.